اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من برنامج كشك الصحافه، وفيها عدن الغد يتساءل ما الذي سيتذكره اهالي المخا من ايام ميليشيا الحوثي. ومن موقع المشاهد نت، خلال نصف عام عشرات الالاف من الاهالي خططوا للسفر خارج اليمن. شبكة البي بي سي، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة تتعهد بتسجيل نفسها مسلمة ردا على قرارات ترامب. وفي الخبر الأكثر قراءة في صحيفة الإمارات اليوم، زوجان أمام المحكمة بسبب خلاف على موعد الزفاف. أهلا بكم. ما الذي سيتذكره أهالي المخا عن جماعة الحوثي؟ يتساءل موقع عدن الغد في صفحته الرئيسية ويسرد قصص الأهالي هناك. بالقرب من مدرعة تابعة للجيش وقوات المقاومة الجنوبية في الأطراف الشرقية من مدينة المخا، يقف أحمد هادي مسعود وهو مواطن في العقد الخامس من عمره ليلتقط أنفاسه عقب تمكنه من الخروج بأسرته من وسط المدينة ووصوله إلى المواقع التي تسيطر عليها قوات المقاومة. يقول مسعود بلغة مرتبكة أنه بالكاد استطاع الخروج من المدينة بسبب حدة الاشتباكات، وينوي الانتقال بأسرته إلى إحدى القرى الريفية حتى انتهاء المعارك. لأكثر من أسبوع ظل مسعود مع أسرته محاصرين وسط المدينة. يقول الرجل الذي عمل لفترة طويلة في الميناء الصغير لمراسل صحيفة عدن الغد أن المدينة لم ترى خيرا منذ دخول القوات الموالية للحوثيين وصالح إليها قبل حوالي عامين. يحكي الرجل تجربة أهالي المدينة مع عناصر الميليشيا بالقول: أفقنا في شهر مارس من العام 2015 على صوت دخول عدد من الأطقم وعلى متنها عشرات المسلحين الذين قالوا إنهم يتبعون جماعة الحوثي. كانت مدينتنا مسالمة ولا صلة لها بكل الصراعات. يتابع الموقع: لن يتذكر الناس من عامين لسيطرة فرضتها جماعة الحوثي على المدينة إلا أياما من القهر والتعذيب والفقر. الموقع بوست أورد أحد عناوينه من محافظة إب وقال: ميليشيات الحوثي تفجر منزلين في حزم العدين وتهدد بتفجير منازل أخرى. وقال الموقع إن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية هددت بتفجير منازل أخرى بعد أن هجرت سكان القرية من منازلهم ونهبت ممتلكاتهم. وكانت الميليشيات الانقلابية قد فجرت الخميس الفائت 5 منازل في المنطقة ذاتها. وخلال مواجهة الأهالي للميليشيات قتل 5 من أفراد الميليشيا وجرح آخرون. يتابع الموقع: تشن الميليشيات الانقلابية حملات مسلحة على مناطق متعددة في مديرية حزم العدين، حيث سبق لها أن داهمت عزلة الأسلوم واختطفت عشرات المواطنين. أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر الدكتور محمد المسفر كتب مقالا تحت عنوان إنجازات يمنية شرعية في ميادين القتال، وأعاد نشره موقع الموقع بوست وقال في أجزاء منه: أول الغيث قطرة، ثم ينهمر الانتصار العظيم الذي حققه الجيش اليمني الشرعي والقوى الشعبية المناصرة لقيادة الشرعية في استعادة ميناء المخا وكذلك القرى المجاورة. قد كانت القطرة الأولى في انتصار ملموس يحق لنا أن نفخر به بعد معارك كر وفر في هذه المنطقة وفي أماكن أخرى من اليمن. يقول المثبطون والانتهازيون والمشككون إن استعادة المخا وتخومها جاءت على أيدي قوى أخرى ليست من الجيش والمقاومة الشعبية اليمنية. قولوا ما شئتم، لكن النتيجة أن المخا أصبحت بيد الدولة اليمنية الشرعية بعد انتزاعها من القوى الباغية على الدولة ومؤسساتها. في هذا المجال لا بد من الإشادة والتقدير لكل القوى التي عملت من أجل تحرير ميناء المخا وهي في طريقها لإكمال استعادة الساحل اليمني. وأذكر هنا بالاسم الشهير قائد اللواء الثالث حزم اللواء الركن عمر الصبيحي الذي استشهد في المعركة، ونشد على يدي العميد الركن سعيد صائل واللواء أحمد سيف اليافعي نائب رئيس الأركان في القوات المسلحة اليمنية الشرعية. ويشارك في هذه المهمة الوطنية قوات بقيادة هيثم قاسم الطاهر الذي كان وزير دفاع وهو اليوم يقود وحدة عسكرية تم تدريبها من قبل القوات المسلحة الإماراتية وكذلك قوات من الحراك التهامي. لقد اشتركت كل القوى الشعبية اليمنية إلى جانب الجيش الوطني اليمني وقوات التحالف
لكن سعادتي بالإنجازات تكون منقوصة عندما يرفع علم في ميدان من ميادين المعركة غير علم الجمهورية اليمنية. إذن بعد أيام من انتقادات وهجوم مباشر من الحوثيين عليه، حمل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ الجماعة وحليفها المسؤولية الأكبر في إفشال التوصل إلى حل سياسي. ووفقاً لموقع يمن مونيتور، فإنه وعلى غير العادة كان اتهام ولد الشيخ قياسياً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، حيث أكد المبعوث الدولي أن تشكيلهم مجلساً سياسياً ثم حكومة في صنعاء يضع عراقيل إضافية أمام مسار السلام ويؤثر سلباً على عامل الثقة. وقال ولد الشيخ إن امتناعهم عن وضع خطة مفصلة للترتيبات الأمنية تتطرق إلى تفاصيل الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة أفشل أي تقدم لعملية السلام. وإلى موقع المصدر أونلاين الذي عنون أورد العديد من العناوين، بينها الحوثي يحث أنصاره على رفض الجبهات بالمقاتلين ويقول إن الحرب توجيهات إلهية، وعنوان آخر 17 جريحاً من مقاومة تعز يغادرون إلى السودان لتلقي العلاج بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة. ومن العناوين الميدانية تقدم للقوات الحكومية في مدينة المخا وحرب شوارع تدور في عدد من الأحياء، وفي جبهة أخرى مقتل قائد مدفعية الحوثيين وآخرين بغارات للتحالف في مديرية نهم شمال شرق صنعاء. صالح وصوملة اليمن، تحت هذا العنوان كتب مأرب الورد مقاله المنشور في صحيفة العرب القطرية، وقال في أجزاء منه: يمكن لصالح ذلك الرجل السيء الذي خلعه شعبه عام 2011 وعاد لينتقم منه أن يفرح بصوملة بلاده بعدما بشر بهذا النموذج مرارا وقايض المنادين بالتغيير بثنائية بقائه أو تحويل اليمن لصومال آخر في الجزيرة العربية. قبل الثورة التي كانت ضرورة لإنقاذ البلاد، كانت اليمن تصنف دولة فاشلة تغرق بالفساد، يحكمها شخص واحد منذ أواخر السبعينيات، وورث مؤسساتها المختلفة تدريجيا لأسرته، ثم انتقل لتنفيذ نموذجه بإشعال الحرب بعد تمرده، وأوصلها إلى وضع الصومال عند انهيار الدولة عام 1991. الحرب وصلت إلى أحياء المدن، وهي إحدى منجزات صالح التي عمل لتحقيقها حين توعد اليمنيين بأن الدماء ستسيل إلى الركب. وبعد عامين من الحرب وصلت الأحزان إلى كل بيت، وما يزال يتحدث عن صمود لأكثر من 11 عاما، وهو لن يخسر شيئا لا مالا ولا رجالا من أسرته وخزينته. لكن المفارقة أنه وبينما تستعيد الصومال دولتها تدريجيا وتستكمل بناء مؤسساتها وتجري أول انتخابات برلمانية وتستعد لأخرى رئاسية، تهوي اليمن إلى قعر الجحيم، وقد وصلت بانهيار الدولة وهجرة مواطنيها للخارج بخلاف نزوح الداخل. بالعودة للماضي قليلا وتحديدا إلى مطلع العام 2015، كان قطار التغيير يسير للأمام، وإن ببطء يفصله عن الوصول لنهاية المرحلة الانتقالية استكمال إعداد مسودة الدستور وطرحها للاستفتاء الشعبي وإجراء الانتخابات، غير أن صالح وحلفائه الحوثيين قطعوا هذا الطريق واختاروا الحرب، وتوقفت البلاد هنا وما زالت عالقة بانتظار الخلاص. إلى موقع مسند والذي عنون في صفحته الرئيسية: نقابة المعلمين تدعو لصرف المرتبات في بقية المحافظات وتثني على جهود الحكومة. وقال الموقع: دعت نقابة المعلمين اليمنيين الحكومة الشرعية لاستكمال صرف مرتبات المعلمين في بقية المحافظات واتخاذ الخطوات اللازمة لمنح التربويين مرتبات الشهور الماضية والعمل على انتظام عملية الصرف شهريا ومعالجة وضع من سقطت أسماؤهم من الكشوفات. وحذرت النقابة من الحيلولة دون وصول المرتبات إلى المعلمين في المحافظات، مؤكدة دعمها لجهود الحكومة الشرعية الرامية إلى حصول التربويين على أجورهم المالية بشكل آلي ومنتظم. قدمت عمادة كلية الهندسة برئاسة العميد محمد الحيفي استقالتها من جامعة ذمار، ووفقا لموقع المشاهد نت فإن ذلك تم على خلفية التصرفات غير القانونية التي يقوم بها مسلحو الحوثي مع رئاسة الجامعة ورئيس جامعة ذمار المحسوب على أنصار الله. وقالت مصادر أكاديمية بجامعة ذمار للمشاهد نت إن جماعة الحوثي في ذمار تقوم بإدارة جميع كليات الجامعة بما فيها كلية الهندسة والطب
بطريقة غير قانونية عن طريق تقديم تسهيلات وتعيينات غير قانونية لعناصرها. وأضافت المصادر ذاتها أنه تم تسجيل عشرات الطلاب المحسوبين على القيادات الحوثية فوق الطاقات الاستيعابية في كليات عدة، إضافة إلى أنهم يقومون بأخذ مبالغ مالية من مخصصات الكليات لصالح المجهود الحربي. ومن العاصمة المؤقتة عدن، عنوان موقع الصهاريج نيوز: فرع مصلحة الهجرة والجوازات بعدن يصرف أكثر من 52 ألف جواز سفر العام الماضي. وقال الموقع إن إجمالية إيرادات فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة عدن بلغ أكثر من 215 مليون ريال. وأوضح مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بعدن أن مبنى فرع المصلحة تعرض أثناء الحرب إلى أضرار جسيمة أدت إلى إحراق الإرشيف بالكامل وتعطيل الشبكة العامة وانعدام الأجهزة الخاصة بعملية الإصدار، حيث تم البدء خلال الفترة الماضية باستخراج وثائق مؤقتة لجرح الحرب والحالات المرضية لتسهيل عملية السفر باعتبارها حالات استثنائية. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تمضي أيام الدراسة جافة، هكذا يصف الطالب عبد القادر شايف لصحيفة العربي الجديد واقع الحال في مدرسته في اليمن، فهو لا يرى غير طابور الصباح والمدرسين والدفاتر والواجبات. يمضي غالبية تلاميذ اليمن نحو 5 ساعات في اليوم داخل الصف من دون أي نشاطات ترفيهية باستثناء فترة الاستراحة التي لا تتجاوز نصف الساعة. يقول الطالب: يوميا أشعر بالملل والنعاس، لا شيء يحفزني على المشاركة في الصف أو حب المدرسة. من جهته يؤكد مدير مدرسة النبلاء الحكومية في محافظة المحويد أن إلغاء الأنشطة الترفيهية والتثقيفية في المدارس يرتبط بعدم توفر الاعتمادات المالية. ويقول للعربي الجديد: إن مدارس كثيرة ومنها المدرسة التي يديرها لا تستطيع توفير رواتب المدرسين المتطوعين، فكيف لها أن تنظم أنشطة ترفيهية؟ كشفت مصادر مقربة من جماعة الحوثي لصحيفة الخليج عن السبب الحقيقي وراء تراجع قيادة الجماعة عن موقفها المعلن بمنع وصول رواتب الموظفين في صنعاء والمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها، بعد أن كانت هددت شركات الصرافة بإجراءات عقابية في حال سهلت تسليم الرواتب. وأكدت المصادر للخليج أن زعيم جماعة الحوثي تلقى نصائح بعدم اعتراض تسليم المرتبات للموظفين من قبل الحكومة الشرعية، لأن هناك حالة من الاحتقان والسخط العام بسبب انقطاع المرتبات منذ 4 أشهر، وفي حال اعترضت الجماعة ومنعت تسليم الرواتب فإنها ستصطدم بغضب شعبي لا يمكن السيطرة عليه، لأنها لم تسلم الرواتب ولم تسمح للحكومة في عدن بتسليمها، وهو ما سيعزز الثقة بأن السبب في تصاعد معاناة الموظفين الذين يشكلون ما يقدر ب 30% من سكان البلاد. قال محافظ سقطرى اللواء سالم عبد الله عيسى لصحيفة الاتحاد إن الجهود متواصلة من أجل تجهيز مطار سقطرى وإعادة افتتاحه قريبا بمواصفات عالمية، مضيفا أن المطار أصبح مهيئا لاستقبال الرحلات كافة المحلية والدولية ليلا ونهارا عقب تجهيزه بشبكة إنارة عبر الطاقة الشمسية بمستوى عالي. وأكد المحافظ أن مطار سقطرى يعتبر الشريان الأساسي في التنقل من وإلى المحافظة، ويساهم بشكل كبير في الدفع بعجلة التنمية عبر تشجيع الأفواج السياحية للوصول المباشر للتعرف على المناظر الطبيعية والتنوع الحيوي الذي تتميز به الأرخبيل وتنفرد به عالميا. ووفقا للصحيفة فهذا يأتي عقب إدراج الجزيرة ضمن قائمة المواقع البحرية العالمية وتصنيفات اليونسكو كإحدى أهم المحميات الطبيعية ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي. تأويل أمريكا على هامش ترامبية ودروسها، تحت هذا العنوان كتب حازم صاغية مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية، وقال في جزء منه: من يسترجع تاريخ الهجاء العربي لأمريكا يظن أن ترامب كان دائما رئيس الولايات المتحدة، فالهجاء هذا أقله منذ أواخر الستينيات يفترض الترامبية، أي يفترض الأسوأ في كل الرؤساء الأمريكيين الذين تعاقبوا على البيت الأبيض. وتبعا للهجاء المذكور ليس ثمة فارق يستحق الوقوف عنده بين ترامب وسابقيه،
لا حيال الإسلام والمسلمين، ولا حيال الاستيطان اليهودي ومدينة القدس، ولا حيال الهجرة والمهاجرين أو اللجوء واللاجئين، وهذا فضلاً عن تجاهل الفوارق الكبرى التي تطاول مسائل الديمقراطية والإعلام والتجارة والحرب والقومية والتعذيب وبناء الجدران وسواها. لقد كنا حين نهجو أمريكا نهج ترامب قبل أن يولد ترامب، والترامبية قبل أن تنشأ. في المقابل هناك مدرسة المديح لأمريكا، وهي ضعيفة عموماً في أوساط المثقفين والكتاب، وقوية نسبياً في أوساط الحكام، وهذه بدورها مباشرة أم مداورة كان من المستحيل أن تتوقع ترامب. ذلك أن الولايات المتحدة بما هي أرض الامتياز والعظمة وسائر الفضائل المطلقة والبسيطة لا يمكن أن تنتج ظاهرة رديئة رداءة ترامب والترامبية. ومن شبكة البي بي سي نقرأ لكم هذا الخبر تحت عنوان وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة أولبرايت تتعهد بتسجيل نفسها مسلمة إذا أنشأ ترامب سجلا للمسلمين الأمريكيين. وقالت الشبكة: تعهدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت بتسجيل نفسها مسلمة في حال قام الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بإنشاء سجل وقاعدة بيانات خاصة للمسلمين في أمريكا. وقالت أولبرايت إنها على أهبة الاستعداد للتسجيل في سجل المسلمين احتجاجا على سياسة الرئيس الجديد. وأوضحت وهي أول امرأة تولت منصب وزيرة الخارجية الأمريكية: نشأت كاثوليكية وتحولت إلى الكنيسة الأسقفية الأمريكية، واكتشفت لاحقا أن عائلتي كانت يهودية، وأنا الآن على أهبة الاستعداد للتسجيل كمسلمة. وإلى أكثر الأخبار قراءة في صحيفة الإمارات اليوم، والتي عنونت: زوجان أمام المحكمة بسبب خلاف على موعد الزفاف. وقالت الصحيفة: قضت محكمة في أبو ظبي بنقض الطعن المقدم من مقيم في أبو ظبي، وأيدت قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلزامه بأن يؤدي لمطلقته 10,000 درهم، وفي المقابل إلزامها برد نصف قيمة الهدايا. وأقامت فتاة دعوى أمام محكمة أبو ظبي الابتدائية، أوضحت فيها أنها اتفقت مع زوجها على تأجيل حفل الزفاف إلى حين، إلا أنه أصر على موعد آخر، فأصبحت بذلك الحياة الزوجية بينهما مستحيلة. الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى لإثبات الطلاق، واحتياطيا تطليقها منه للضرر وإلزامه بتسليم 5,000 درهم. وخلال إجراءات هذه الدعوى قدم طليقها دعوى مقابلة طلب فيها تطليق زوجته وإلزامها برد 20,000 درهم والشبكة البالغة قيمتها 21,000 درهم والهدايا البالغ قيمتها 7,523 درهم. أنظمة تطالب بشعوب جديدة. تحت هذا العنوان كتب علي محي الدين منصر مقاله المنشور في العربي الجديد، وقال فيه: لم تعد الشعوب العربية قادرة على تغيير الأنظمة الدكتاتورية والمكونات السياسية التي تحكمها، وإن كانت الشعوب هي صاحبة السيادة المطلقة التي يجب ألا تعتليها أي سلطة أخرى أو أي مكون ما، فهي الأب الشرعي في تحديد مصير الدولة أو بقاء السلطة الحاكمة لها أو تغييرها بأخرى أكثر كفاءة وخبرة من قبل، لأن هذا بات غير ممكن اليوم نظراً للتحولات الأخيرة. هذه مجرد حقائق منطقية يؤمن بها كثيرون من شتى فئات المجتمع، إلا أن الأمور أصبحت تتجه نحو منحدرات مخيفة وتسلك مسارات عكسية تماماً، أي أصبحت الحقيقة مقلوبة. فبعد أن كانت الشعوب صاحبة السيادة التي تحتكم إليها جميع الأنظمة في الدولة لتأخذ شرعيتها، أصبحت الأنظمة وحدها اليوم من تقرر مصير شعوب بأكملها، حتى وإن كان الشعب يخالف توجهات الدولة وقراراتها المصيرية. وما تشهده الدول العربية من حالة نزاعات وخلافات حادة بين المكونات السياسية الحاكمة ومن تحكمهم، وحالة الصراع المستمرة التي نعيش طقوسها يومياً، لهي دليل كاف على أن الأنظمة الدكتاتورية اليوم أصبحت قريبة جداً من المطالبة بتغيير شعوبها واستبدالهم من خلال نيران الحرب التي تأكل ضحاياها وتنسى مسببها. كانت حلب ثانية أكبر وأهم مدينة في سوريا في يوم من الأيام، لكنها ظلت 4 سنوات بؤرة للحرب التي أحالتها إلى كتلة من الأنقاض. جيرمي بوين مراسل بي بي سي للشرق الأوسط تجول في الأحياء شبه المهجورة في القسم الشرقي من المدينة، ووثق هذه الصور المؤلمة لما كان يوماً مدينة. نتابع الصور.
وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، إلى اللقاء.